أهلا بكم. في الجزء الثاني من موضوع فواتيرنا ومدى التزام شركات الخدمات بمبدأ إشهار الأسعار واحترام حق المواطن في المعرفة، حلقة الليلة بحضور شركة الكهرباء ومصلحة المياه وبغياب شركة الاتصالات الفلسطينية. اسمحوا لي أرحب بضيوفي في الاستوديو: بسام صوالحي القائم بأعمال مدير عام مصلحة المياه، دكتور زياد جويلس مدير فرع رام الله والبيري لشركة كهرباء محافظة القدس، والدكتور محمد شاهين من جمعية حماية المستهلك. برحب فيكم في برنامج ملاحقة اقتصادية، وكالمعتاد نبدأ بتقرير نستعرض فيه أهم محطات الحلقة السابقة ونبدأ في حوارنا مباشرة. في حلقتنا السابقة من ملاحقة اقتصادية تكلمنا عن قضية الفواتير التي يدفعها المستهلك من ناحية حقه في الحصول على المعلومة الصحيحة والمفصلة لكل قرش يدفعه لفاتورة. ناقشنا هذا الموضوع وعلقنا عليه برفقة السيد إبراهيم القاضي من وزارة الاقتصاد، والسيد محمد شاهين من جمعية حماية المستهلك، والمحلل الاقتصادي طارق الحاج، لنستمع إلى أبرز ما دار في هذا النقاش. بتجيك الفاتورة بدون ما يكون مبين فيها سعر الكيلو. حق المستهلك أن يعرف سعر الوحدة وبشكل واضح وصريح. مراجعة هذه الشركات وإلزامها بالقوانين الصادرة والتعليمات الخاصة بحماية المستهلك. وظيفتي أراقب على الفاتورة من مكوناتها، هل موجود هذا الرسوم موجود مذكور رسميا هون؟ إذا كان في رسوم اشتراك، إذا خدمات، إذا كان موجود في نظام الشركة المعلن 20 شيكل مذكر 25 شيكل، أنا بحوله على المخالفة. فحماية المستهلك لا يحموننا وللأسف الشديد جدا، والبلديات لا يستمعون إلينا، ووزارة الاقتصاد الوطني يعني لا يلتفتون إلا للوزارة فقط. نحن نلتفت إلى الاقتصاد الفلسطيني وليس إلى وزارة الاقتصاد، وبالتالي بتمنى عليه إذا كان هناك عنده عكس ذلك إنه يحكي لنا إياه مثل ما بيحكي بالأرقام. نصف مليار شيكل أرباح، هذا النصف مليار شيكل أرباح وبربح إحنا بنحكي بين 10 و20%، أين تذهب؟ لا يعقل إنه إحنا في القرن 21 ويبقى هناك احتكار أحادي. صوت المستهلك هو الأهم في هذه القضية، فلولاه لما قامت هذه الشركات وما قدمت تلك الخدمات، ولهذا ما استطعنا أن نمر عن هذا الموضوع دون أن نسمع شكواه ونعرف مبتغاه. يعني أنا شو مسؤوليتي أدفع أجرة عداد؟ في حد أدنى، في تفاصيل جزء مش منطقية. بحطوا لك ديون سابقة وهو ما في ديون سابقة، يعني كل شهر بشهر بدفع. وعندي أنا مثلاً في خلل ورجعتهم كذا مرة. جميع الناس يعني برا في الدول البرانية جميعهم تقريباً عندهم في دخل، يعني استهلاك يعني بتقدر تقول ربع ثلث يعني من هذا الحكي اللي بصير. احنا عندنا اكثر من النص تقريبا للمواطن واحد لعامل واحد اكثر من النص الفواتير اللي بدوكلوا منه. في هذه الحلقه سنكمل حديثنا حول الموضوع ذاته كما وعدناكم في الحلقه السابقه التي وجهنا فيها دعوه لشركات الكهرباء والمياه والاتصالات من باب الموضوعيه والاستماع لكافه الاطراف. وبالفعل فقد لبت شركات الكهرباء والمياه الدعوه مشكورتين، لكن شركه الاتصالات لم تحضر لاسبابها الخاصه. اليوم سنجيب عن كل أسئلتكم المتعلقة بتفاصيل الفواتير. تابعونا وشاركونا. أهلا وسهلا بكم مجددا. برحب بضيوفي مرة ثانية في الاستوديو، وكان بودنا حقيقة الشريك الثالث لهذه الحلقة اللي وجهنا له دعوة الأحد المنصرم، شركة الاتصالات الفلسطينية اللي اعتذرت عن لقاء اليوم. أبدأ على اليمين دكتور زياد جويلس، أهلا وسهلا فيك. من حيث انتهينا الحلقة الماضية حقيقة كانت بحضور وزارة الاقتصاد الوطني حول مضامين مركبات فاتورة الكهرباء وهل تنسجم مع حق المواطن في المعرفة، بغض النظر عن بعض التفاصيل اللي دخلنا فيها من حيث القيم ومن حيث كيفية الاحتساب. بداية ناقشنا قضية هل المبالغ أو الخلايا تحديدا الموجودة بهاي الفاتورة كافية لحق المواطن في المعرفة، كم استهلك، كيف استهلك، قديش كانت التعرفة بهذا الشهر، قديش كانت في الشهر اللي سبقه، على قاعدة حقه في المعرفة. قناعاتك حقيقة كزياد جويلس كمدير لفرع رام الله والبيري في شركة كهرباء محافظة القدس، هل تعتقد بأنه هاي الفاتورة تقدم للمواطن كل ما يمثل حقه في المعرفة في من حيث مضمون هاي الفاتورة؟ ورح أنتقل بنفس المحور مع السيد بسام صوالحي. تفضل دكتور زياد.
شكرا. مساء الخير أخي طلعت، ومساء الخير للمشاهدين الكرام، وشكرا للفضائية الفلسطينية لأنها تلامس موضوع حيوي حقيقة، وهذا الحراك الذي من شأنه بالنهاية أن يوصلنا جميعا إلى ما نود على المستوى الاجتماعي والوطني العام. بما يتعلق بالفاتورة، أولا بما يتعلق بشركة كهرباء محافظة قدس يجب أن نكون واضحين، هنالك عدة أشكال من الفواتير. هنالك فواتير تصدر لمن يستخدمون التيار في المنزل اللي هي الفواتير البيتية، هنالك الفواتير التجاري، هنالك الفواتير الصناعي هنالك أنواع، البيتي هنالك شرائح. إذا ما سألتني عن المركبات ولديك أمثلة ولدي بعض الأمثلة من الفواتير، ما يوجد لدى في الفاتورة لدى كل مشترك هو البيانات الرئيسية. أنت تستطيع أن تورد مزيد من البيانات لكن أنت لا تود أن تثقل على المستخدم هذه البيانات، يعني ماذا أكثر من القراءة السابقة والقراءة الحالية. بمعنى آخر أنت يعني بطرح القيمتين تصل إلى الاستهلاك الشهري. أنت أيضا موجود في الفواتير إذا تلاحظ أخي طلعت والمشاهدين بيشوفوا التعريفات. بمعنى آخر إذا تتحدث نأخذ مثال من الشرائح اللي حكيتها، البيتي هنالك الاستهلاك الشهري. عندما نتحدث عن كيلو وات ساعة، الكيلو وات ساعة إذا كان من كيلو وات، من واحد كيلو وات ساعة ل 160 هنالك تعرفة، 161 إلى 250 تعرفة أخرى، هذا موجود على الفاتورة. بل أكثر من ذلك هنالك كان رسم بياني على الفاتورة يبين للمشترك كيف يكون. أيضا هنالك بعض الفواتير الأخرى الصناعي موجود فيها استهلاكه، الكهرباء ما يسمى الكهرباء الضائعة، غرامة الكهرباء الضائعة التي يجب على الصناعي أن يلتفت إليها، إذا في مبلغ فوائد التأخير، كل المركبات. طيب والمكونات. اسمح لي دكتور بس يعني حتى أن نعطي وجبة تثقيف وتوعية كاملة إذا صح التعبير اليوم للمشاهد. عم نشوف الآن على الشاشة فاتورة كهرباء. السؤال اللي كنا نطرحه الحلقة المنصرمة، قيمة استهلاكي أنا من الكيلو وات لكل كيلو عفوا بستهلكه، قيمة هذا الكيلو اللي تماما أنا مش عم بشوفها على الفاتورة، بمعنى عم بشوف قراءة حالية، قراءة سابقة، الاستهلاك، ثمن الاستهلاك ببين كمجموع، الاستهلاك أيضا ببين كمجموع، لكن كم بلغت قيمة كيلو الكهرباء في هاي الفاتورة؟ هذا الرقم اللي الأصل فيه يكون واضح تماما هو الغائب عن هاي الفاتورة، بمعنى أنا مش عم بعرف مقابل هذا المبلغ اللي مجموعه الآن 1017 شيكل، مش عم بعرف حقيقة كم كانت قيمة كل كيلو أنا استهلكته في هذه الفاتورة. ممكن نعلق على هذه الفاتورة تحديدا لو سمحت؟ نعم ممكن. أنا بس يعني أنا ما كانتش واضحة كثير أمامي الفاتورة اللي حضرتكم وضعتوها على الشاشة، هي نفس النموذج بعتقد، يعني أنا معي العديد 7-8 فواتير تمثل الشرائح المختلفة للفواتير التي تصدرها شركة كهرباء محافظة القدس. نأخذ مثال فاتورة بيتي، أنا عندي عينة من كل شريحة. البيتي هنالك حسب، ويعني يجب أن ننوه إلى نقطة مهمة أخي طلعت، التسعيرة لا تحدد من قبل شركة كهرباء محافظة. مفهوم هذا وضع مفهوم. برجو مجلس الطاقة مفهوم موجود، نعم. في الضفة مجلس تنظيم الطاقة وفي القدس وبقرار مجلس الوزراء مفهوم، نعم. هذا مفهوم تمام. الآن أنا معي فاتورة لا أعرف إذا كان بالإمكان عرضها، هنالك شرائح الاستهلاك من كمية إلى كمية، من 1 إلى 160 مفهوم. سعر 51 أجورة، نعم. 61 ل 250 كذا. الآن المشترك بيجي هو يشخص فاتورته. الآن على فرض أنه أخذ 160 كيلو وات أور، كيلو وات ساعة، هو ستكون 51 أجورة فقط. بضرب الفرق بين الاستهلاك القراءة السابقة والقراءة الحالية في هذا الرقم، وهنالك ثمن الاستهلاك. هذا ثمن الاستهلاك. هل مطلوب هذا الحكي من المستهلك محمد شاهين يعني قبل ما ننتقل لبسامس، هل مطلوب مني أنا يعني أني أقوم بأي عملية حسابية لاستلامي لأي فاتورة مطلوب مني أدفعها قصرا إذا صح التعبير، لأنه في النهاية كل مواطن بده يتلقى هاي الخدمة ملزم بدفع الفاتورة بالقانون، هذا إشي طبيعي تماما طالما تلقى الخدمة. هل مطلوب مني أقوم بأي عملية حسابية عند استعراضي أو استقبالي لأي فاتورة قبل ما أتوجه لأدفعها، ولا الأصل السعر يكون واضح تماما وشفاف دون أي جهد من طرفي لمعرفة ثمن سعر هاي السلعة أو الخدمة؟ هي ليست قضية جهد، يعني ليس كل مستهلك قادر على أن يقرأ الأرقام كما نقرأها نحن حقيقة. يعني لا يضير أن تقوم شركة الكهرباء هنا على سبيل المثال الاستهلاك 204 كيلو وات ساعة،
ثمن الاستهلاك كذا، لماذا لم يوضع مثلا الشريحة سعر يعني يوضع أيضا هنا في الفاتورة؟ هذا سيكون أسهل للمستهلك لأنه نسبة من المستهلكين لا يستطيعون التعامل مع هذه الأرقام بنفس الطريقة. المعلومة موجودة، ولكن البحث عن المعلومة أعتقد أنه لا ضرورة له إذا استطعنا أن نضع هذه الأرقام في داخل الفاتورة بكل وضوح، وبالتالي يستطيع كل مستهلك من خلال الاطلاع على أرقام محددة أن يعرف قيمة الاستهلاك وثمن الاستهلاك الذي طبق عليه، وبالتالي التكلفة الإجمالية. يعني تعتقد فاتورة شركة الكهرباء بحاجة إلى تطوير، وأعتقد أن هذا هناك معلومات مفقودة من هذه الفاتورة وأبرزها سعر كيلو الكهرباء عن كل كيلو هي وقت. حتى نكون صادقين هي ليست مفقودة بمعنى مفقودة، ولكنها ليست واضحة، يعني موجودة لو أنت بحثت يعني هنا من خلال الشرائح الموجودة في الأسفل ومن خلال السعر الإجمالي وكمية الاستهلاك هي موجودة، ولكن ليست موجودة بشكل صريح وحق المستهلك. هل موجودة على متن الفاتورة دكتور محمد شاهين؟ هل المعلومة المطلوبة موجودة على متن الفاتورة؟ مش نتيجة عمل حسابي أنا بدي أقوم فيه على غير متن الفاتورة. وحق غير موجودة. المستهلك أن تكون موجودة. غير موجودة. بنتقل لبسام صوالحي، أهلا وسهلا فيك مرة ثانية في البرنامج. أهلا وسهلا فيك. كذلك الأمر فاتورة المياه، بنحكي عن استهلاك، بنحكي عن قراءة سابقة، قراءة حالية، قيمة الاستهلاك، أجرة العداد معروفة طبعا. لكن برضو أنا كمستهلك كمستخدم ملتزم بدفع هاي الفاتورة مش عم بعرف متر المياه مكعب لكل فاتورة شو كان سعره. صحيح في شرائح بعض الفواتير تظهر فيها وبعض الفواتير لا تظهر، هاي الفاتورة أقول فيها شرائح، بس مش عم بوصلني تماما نفس المبدأ لدى شركة الكهرباء، مش عم بوصلني سعر كيلو متر المياه مكعبا قديش بيوصلني في هذا الشهر. مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا لجمهور المشاهدين، شكرا لفضائية الفلسطينية في هاي الدعوة اهتمامها بشؤون المواطنين. احنا من المواطنين وإلهم، ما في هناك أي حدود أو فواصل تمنع وصول أي مواطن إن كان لشركة الكهرباء أو لمصلحة المياه في البحث على أدق التفاصيل ومتابعتها مع هذه المؤسسة. خليني أستعرض موضوع الفاتورة. الفاتورة يعني من حق المواطن أنه يكون يتأكد من أنه الأرقام اللي في داخل هذه الفاتورة صحيح، وأنه هو استهلاك حقيقي وصحيح هو مطابق لما تم سحبه من كمية المياه. أحكي بس بشكل عام عن الفواتير، يعني في كل دول العالم وفي المحيط اللي حوالينا ما في هناك تفاصيل لدرجة تتعب المواطن. يعني المقصود في الموضوع يعني القضايا الأساسية هي مذكورة فيها من استهلاك قراءة سابقة، قراءة حالية للتأكد أنه تم قراءة العداد، العداد صحيح سليم ما في أي مشكلة، كمية الاستهلاك. احنا لما وضعين الشرائح في أكثر من مرة على ظهر الفاتورة وفي داخل الفاتورة، فهناك يعني الموضوع بسيط جدا، هذه أجهزة حاسب آلي بتقوم باحتساب أوتوماتيكلي للشرائح. طبعا إذا ما في هناك فكرة عند المواطن، الشريحة في كل شريحة من 0 إلى 10 متر مكعب تحسب على شريحة على سعر لا معين لا، ومن 11 إلى 20 على شريحة أخرى وهكذا. خاصة هذا الموضوع في وضع الشرائح يتعلق في إدارة الطلب على المياه تحديدا في قطاع المياه، وهذا موضوع مهم جدا. احنا في إدارة الطلب على المياه هناك كلفة للمتر المكعب، هذه الكلفة لا يمكن البداية بداية تسعيرة المياه من حد الكلفة فما أعلى، احنا نبتدئ برقم أقل بكثير من الكلفة ونصل إلى رقم أعلى أيضا من الكلفة الحقيقية للمتر المكعب، وبالتالي الناس أو المستهلكين الشرائح العليا بيساهموا في دعم مساهمي المستهلكين الشرائح الدنيا، وبالتالي في هناك معدل في أفرج لكلفة المتر المكعب وهي كلفة حقيقية يتم احتسابها ضمن الموازنات الخاصة في مصلحة المياه، وتعرف تحسب بشكل دقيق وسليم وطارد. ممكن بجزئية السؤال لو تكرمت بس نعم. صالحي، ليش قيمة المتر المكعب لا تظهر على متن الفاتورة؟ هي تظهر، ولكن تظهر. يعني أنت يعني ما أعرفش، خلينا بس نكون واضحين. صحيح القضية هل هي موجودة على متن الفاتورة؟ هلا بنشوف فاتورة مياه.
هل القيمة موجودة على متن الفاتورة؟ هي فاتورة الآن عندنا على الشاشة. نعم. نعم. موجود هناك الاستهلاك، موجود هناك أجرة العداد، القراءة الحالية، القراءة السابقة، الاستهلاك بالمتر طبعا، القيمة بالشيكل والأجورة وإلى نعم. آخره. لكن أنا كمستهلك حتى اللحظة ما بعرف قيمة المتر في هاي الفاتورة تحديدا، قديش كانت قيمة المتر؟ هل حسبتوا علي بثلاثة شيكل؟ هل حسبتوا علي بأربعة، بسبعة، بعشرة؟ صحيح أنت حاطط لي شرائح، بس أنا بحكي عن القيمة المجردة، زي كيلو الخبز عفوا، كيلو الخبز بأربعة يعني شيكل. هي لا تقول لي، لا تقول لي العشرة كيلو، لا تقول لي العشرة كيلو من السهل من السهل إنها تكون اكتب موجودة. اكتب لي الكيلو بأربعة شيكل. من السهل إنها تكون هذه القيمة موجودة. يعني مش شو اللي بيمنع صعب. عفوا شو اللي بيمنع؟ لا يوجد موجودة. أي شيء يعني الشفافية موجودة طالما أنت معلن عن الشرائح وتسعيرة الشرائح. يعني هي الموضوع مجرد إنه هي المواطن يقوم بالاحتساب أم المصلحة هي بدها توضح الاحتساب على الفاتورة. هذه قضية إجرائية سهل جدا، إذا كان هناك مطلب حقيقي للمستهلكين يعني ممكن دراسة الموضوع، ولكن حاليا مع تطور الفواتير احنا بطلنا نصدر الفواتير هاي الورقية الكبيرة، صرنا نصدر الفاتورة فورية في الموقع، وبالتالي كمان حجم الفاتورة قل ومجال وضع بيانات أكثر هو يعني شوي أصعب، ولكن يعني اذا هو مطلب يعني ممكن انه يدرس لانه لا يؤثر على مصلحه المياه باي شيء، يعني موضوع بسيط جدا طالما هناك لا توجد اي مشكله في الكلفه او في سعر كل شريحه. هو مجرد حاسب آلي بيحسب قديش الاستهلاك موزع عليه الشرائح، بضرب في سعر كل شريحه وبطلع الاجمالي وهو اللي بيكون سعر الاستهلاك. طيب تسمح لي نناقش هاي المادة تحديدا مع الدكتور محمد شاهين، بس ناخذ فاصل لنصف دقيقة ونرجع مع بعض. اهلا بكم مجددا دكتور محمد شاهين، برجع لك. هل تعتقد هذا مطلب شعبي، مطلب المستهلك، انه تكون هاي الارقام واضحه بصوره جليه تماما على متن فاتورتي الكهرباء من جهه وفاتوره المياه من جهه اخرى؟ يعني بالتاكيد هو حق للمستهلك اولا، وثانيا يعني حتى كما تفضل الاخ صوالحي في اطار ترشيد الاستهلاك، في اطار نظام التكافل الاجتماعي الذي يمارس من خلال الفاتوره، وهذا نحن في جمعية حماية المستهلك وكل مواطن فلسطيني يدعم هذا التوجه. في ظل هذا التوجه يجب أن تكون هنالك يعني تفصيلات واضحة، وبشكل خاص ما يخص بالشرائح، لأنه حقيقة بدون وجود الشرائح لا يمكن تحقيق هذين الهدفين. القضية الأخرى المهمة في الفاتورتين سواء الكهرباء أو المياه ما يسمى الحد الأدنى، يعني من حق المستهلك حينما لا يستخدم هذه الخدمة خلال شهر ما أن يكون في الفاتورة ما يؤشر إلى ما سيدفع مقابل ذلك، هذا غير موجود على الفاتورة بأي حال من الأحوال. في فاتورة المياه بشكل خاص على سبيل المثال أيضا، وأنا هنا أتحدث عن الفواتير ليست مسبقة الدفع، لأنه نحن في الفواتير مسبقة الدفع لدينا رأي قاطع في جمعية حماية المستهلك ونحن ضد هذا التوجه بشكل قاطع. أيضا قضية فاتورة الصرف الصحي المرفقة مع فاتورة المياه، ما هي النسبة التي تحسب؟ ولماذا هي أصلا لماذا تكون مرفقة وتحسب على نسبة صرف المياه هذا أولا؟ وما هي النسبة التي تحسب عليها؟ أيضا هذه غير واضحة بشكل محدد وبحاجة إلى يعني إيش الشكاوى اللي عم تجيكوا دكتور محمد شاهين؟ شو طبيعة الشكاوى تحديدا في موضوع يعني المياه احنا إذا خرجنا خارج إطار الفاتورة، أنا لدي بعض الشكاوى يعني اللي حقيقة أتمنى من الإخوة أن يكون هنالك رد عليها. على سبيل المثال فيما يتعلق بشركة الكهرباء، أحد الأشخاص ذهب لاستخراج فاتورة قبل يومين من تاريخ صدورها، لأنه كان يعني وصل إلى شركة الكهرباء في مراجعة من أجل معاملة جديدة، وفوجئ بأن الفاتورة فيها 7 شيكل أو 20 أجورة غرامة. فحينما راجع الشخص المسؤول قال بأنها مصاريف للشركة أو شيء من هذا القبيل، واضطر إلى دفع الفاتورة دون أن تحسم هذه القيمة رغم أن تاريخ الفاتورة لم يكن قد حان. الأشخاص الذين يتوجهون للدفع المسبق، رغم كما قلت يعني أننا ضد هذا التوجه لأسباب عديدة وهو ليس موضوعنا،
لماذا لا يسمح لهم يعني أن تقوم بشراء شيء لم تتلقى هذه الخدمة بعد؟ لماذا يضع حد أدنى مثلا لهذه الخدمة؟ بعض الأسر قد لا يستطيع دفع 100 شيكل، لماذا لا يكون هنالك حد أدنى موضوعي أو أي قيمة يراها الشخص لشراء الكهرباء ما دام هو يقوم بشراء خدمة لم يتلقاها بعد؟ نعم. قضية الاشتراكات الجديدة حقيقة دكتور زياد، يعني أنا لدي هنا أيضا شكوى من أحد الأشخاص توجه للشركة، وهذه حالة كل من يريد أن يقوم باشتراك جديد لدى الشركة. طلب يعني في الأول طلب 30 أمبير ثم تنازل إلى 25 أمبير بعد نصيحة من الشركة مشكورة، لكن يعني حقيقة أنا هنا أود أن أتحدث عن قيمة إجمالية ويمكن الحديث عن تفاصيلها. مثلا الأمبير الواحد 100 شيكل بكلف الاشتراك تبعه، إذا أخذت 25 أمبير يعني بدك 2500 شيكل فقط ثمن الأمبيرات، وإذا 30 يعني 35 بدك 3500 شيكل، إذا بدك ثلاثي فاز بتدفع طيب. عمل لموظف الشركة. بمعنى الرقم الإجمالي أخي طلعت ل 25 أمبير بدك تدفع 4200 شيكل، ل 35 أمبير بدك تدفع 5299 طيب. شيكل. هذا يعني هذه طيب. أرقام حقيقة، يعني نحاول نأخذ إجابة من دكتور زياد الجويرس وخيالي. بس تسمح لي أخذ اتصال من أبو فراس من حزمة. تفضل أبو فراس. على عافية أخي. يا هلا بيك، تفضل يا أخي. لو سمحت بتسأل تبع زيارة المياه. تفضل. الفائدة قديش باخذه بالنسبة للفاتورة للفواتير؟ فوائد تأخير، الفائدة فايدة الفائدة. وبالنسبة لشركة الكهرباء ركبوا لنا ساعات بكروة عن بعد، فبكوا قبل. أنا عندي ساعة لحمود 600 شيكل في الشهر، الكات نكلوها على الدار بدفع 700 شيكل في الدار. ولو سمحت بدي استفسر. طيب شكرا ابو فراس، شكرا. ناخذ ناصر من رام الله. تفضل ناصر. مساء الخير. يا هلا بك. بس بدي اسال انا عن شركه الكهرباء، يعني في شهر 12 يوم اثلجت قطعت الكهرباء 3-4 ايام، يعني ما في كهرباء. تجيني الفاتوره 700 شيكل مليون، انا بروح بدفعها 300، يعني شو السبب هذا الغلاء؟ هم التصليحات على حسابنا ولا حساب مين؟ يعني تصليحات طيب. صارت طيب حساب الحكومه يا سيدي. والفاتوره ليش غاليه هيك 700 شيكل يعني؟ والكهرباء مقطوعه 3 ايام. طيب ابشر شكرا. هذه واحده. نعم. اثنين، قبل 15 سنه كانت فاتوره الكهرباء تجينا كل شهرين مره، كانت تجينا افتراض 200 شيكل. نعم. على كل شهرين. يوم ثبتوها الشهر ظلت نفس القيمة. ثلاثة، بدي أسأل السؤال الثالث. يلا. الكهرباء اللي ما بيدفعوها أصحاب المصانع والمخيمات بتطلع منا ولا من مين؟ برضو الحكومة بتدفع يا سيدي، ولو الحكومة رقبتها سدادة ولا يهمها. ما بتدفع إيش الحكومة. طيب دكتور بشير. تفضل دكتور بشير من نابلس. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أنا بدي أحكي بالنسبة لاحتساب فواتير المياه في بلدية نابلس. نعم. أنا أسكن في بيت مستأجر وبدفع فواتير مية شهرية، لكن في عندي اشتراك مؤقت ببني في بيتي صار له عدة سنوات. تعريفة فاتورة المياه هناك سعر المتر المكعب 10 شواكل، في الحد الأدنى للفاتورة 56 شيكل، يعني 5 متر مكعب زائد 6 شيكل صيانة شبكة. لكن معظم الأشهر إحنا بيكون الاستهلاك صفر، لأنه بالبناء مرات نستهلك مرات لا. اللي وصل عندي خلال 3 ولا 4 سنوات استهلكت 250 متر مكعب من الماء، كان ثمنهم 5000 شيكل. 5000 شيكل. إذا بنحكي عن فلسطين ومشكلة المياه ولازم نقتصد في استهلاك المياه، معناته هذه السياسة لا تؤدي إلى توفير في استهلاك المياه، وإنما تؤدي إلى استنزاف المياه، لأنه أنا يوم بتدفع 56 شيكل في شكرا. الشهر واستهلاك صفر، أنا مضطر أكب 5 متر مي. شكرا دكتور بشير، رسالة وصلت. نأخذ آخر جولة من الاتصالات مع آخر اتصال من وليد بهاي الجولة. تفضل وليد. مساء الخير. يا هلا. سؤالي لحماية المستهلك. تفضل. بخصوص المية، في الشهر بتيجي عندنا يعني في 30 يوم بتيجي يومين المية.
هذا وين عفوا وين يا ولد؟ في بيت لحم. نعم. يعني هينا الطقس شتا والحمد لله رب العالمين، نقعد شهر تجينا يعني في الشهر يومين. في الشهر اليومين هل يعقل انا تجيني الفاتوره 240 شيكل 220 شيكل 230 متشكله؟ يعني يومين ميه خط نص انش قديش بدي استهلك ميه؟ شكرا 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 وليد من بيت لحم، شكرا. من عندك بسام صوالح. فائده على الفائده بسال المواطن من حزمه، في فائده على الفائده؟ لا هذا الحكي طبعا غير دقيق وهذا مش فائده. يا ريت نستوضح. المواطن اللي بتاخر عن دفع فاتورته في موعدها هناك، نعم. عندما تصدر الفاتوره في تاريخ لاصدار الفاتوره تسلم الى المواطن في نفس اليوم اصدارها مع 14 يوم 15 يوم يقوم في دفع الفاتوره قبل الغرامات. نعم. اذا تاخر المواطن عن دفع فاتورته يدفع غرام التاخير وليست فائده، ما فيها هي فائده مركبه. ويبدو بقصد اللي هي الغرامه. نعم. هذه يعني غرام التأخير. غرام، نعم. غرام التأخير. وأنا يا سيدي بقول له إحنا في عنا عاملين حملة لأي إنسان عنده غرامات تأخير، حملة تخفيض برضه، حملة شطب غرامات زي ضريبة الأملاك وزي ضريبة الدخل. نعم. حملة شطب غرامات من عام 2004 اللي له غرامات تأخير من عام 2004 احنا مستعدين لشطبها مقابل انه يدفع. هو لسه اللي عليه من 2004 ما في تقادم يعني بالقانون دكتور محمد؟ حتى الضريبة بعد خمس سنوات تسامحك؟ ما في لا يمكن، ديون المياه لا يمكن شطبها. يعني هذه لانه عفوا بالقانون في تقادم خمس سنوات وما حدا بيطالبك، يعني انتهى الموضوع. حتى في الضرائب هذا الحكي موجود ولا لا دكتور لا محمد؟ في شركات المياه والكهرباء يعني اذا كان الحكومة بتسامح، بس يبدو المياه والكهرباء بيسامحوش. يعني لدينا شكوى من على شركة هذا تشجيع للمواطن بعدم الدفع لو سمحت. لا ما كان يعني لو تشجيع كان الأجدر بالحكومة تشد حيلها. سنوات ومع الغرامات للأسف الشديد، يعني ورغم أنه كان لديه فواتير سابقة تم دفعها ولكن تم مطالبة بفاتورة قبل عدة سنوات. للأسف لا يتم شطبها، وأحيانا أيضا يعني تزداد من خلال الغرامات غرامات التأخير. ونحن ضد عملية يعني التهرب من الدفع من أي أحد، لأنه حق الشركة أيضا كما نعم تؤدي الخدمة أن تحصل على مقابل ذلك. نعم. الأخ وجه لك سؤال من بيت لحم. لا هو وجه لي في موضوع المياه، يعني حقيقة هذه أحد القضايا، يعني إذا كانوا هذه أنا أربطها بغرامة التأخير. يعني أنا حقيقة نحن ضد غرامة التأخير بأي شكل من الأشكال إذا كانت ضمن الحدود المقبولة والمعقولة، مثال كالمثال الذي ذكرته، أو أحيانا نتيجة تأخر عدم وصول الفاتورة. أنا شخصيا يعني أكثر من مرة لم تصلني الفاتورة الخاصة مثلا بمصعد البناية، وحينما أتوجه للشركة لاستصدار الفاتورة أجد أنه أحيانا أتأخر في ذلك، أجد أن هنالك غرامة تأخير رغم أنني لم تصلني الفاتورة حقيقة. أنا أربطها بقضية الخدمة وجودة الخدمة. يعني إذا أحيانا، وهذا أمر يعني قد يكون له أسباب تتعلق بقضية يعني الظروف الجوية أو بعض العطل في داخل بعض الخطوط، أو أحيانا نتيجة يعني عملية الترشيد في الاستهلاك، تضطر الشركات أحيانا إلى قطع الكهرباء أو تنقطع عن المواطن لساعات أو لأيام، ولا يكون للمواطن حق في يعني مقابل ذلك. أما حينما يتأخر لفترة محدودة يتم دفع الغرامة. بالتالي أنا حقيقة قضية الغرامة نرى أنها ليست ذات وجه حق، وإنما يمكن يعني التعامل مع الحالات التي يعني تتهرب من عملية الدفع. في نص قانوني بالغرامة دكتور محمد شاهين؟ هو يعني هل يعني الغرامات سواء في الكهرباء او في المياه تجبر بصوره قانونيه؟ يعني هي قضيه الغرامه في القانون. وهل فتره 14 يوم فتره كافيه؟ يعني ليش 14 يوم والغرامه كيف بتم تحديدها؟ نسبه مئويه معينه ولا على الفاتوره؟ هي في شركه الكهرباء يعني 7 شيكل و20 اغورا، واحيانا تزداد يعني قد تصل الى مبالغ اعلى من ذلك اذا تم التاخير. قضيه الغرامه في القانون هي موجوده اذا كان هنالك تهرب بمعنى التهرب، لكن يعني التأخر لأيام أو حسابها بهذه الدرجة والحدية يستفز المستهلكين، لأنه يربط المستهلك بقضية انقطاع الكهرباء أو انقطاع المياه لفترات دون أن يكون بالمقابل حق للمستهلك في خلال فترة هذا الأهل. طيب دكتور زياد، بس الملاحظة اللي ذكرها المواطن، لما كان في عندنا ثلج قبل شهرين، العطال هاي بالفعل هل المستهلك يتحمل جزء منها ولا ما يتحمل؟ اختلط يمكن نثير اكثر من نقطه اذا تسمح لي. يعني اذا بتحب نبدا بشكل من هاي سريع. اذا ماشي. بتحب نبدا من هاي النقطه ببدا من لا شك. ابدا من وين بريحك يعني ما في مشكله. لا انا بس مش قادر اني امر مر الكرام على قضيه انه معلش الفاتوره تتضمن سعر الكيلو وات ساعه وتتضمن الاستهلاك، ماذا غير ذلك تود ان يكون في الفاتوره دكتور محمد واخي طلعت؟ وين يعني الكيلو وات معلش تورجينا اياه؟ هاي الفاتوره هاي السعر هاي هون، الاستهلاك هون، هذا الرقم هو حاصل ضرب هذا فقط، واضحة جدا هاي.
في كل الفواتير. يعني أنا عندي كل شهر هذه الفاتورة. بعرفش إذا هذه الفاتورة صادرة من شركة ثانية. يعني. هذه آخر فاتورة دفعت. شركة كهرباء محافظة. آخر فاتورة دفعت. شوف خليني أكون هذه الشرائح من أجل الترشيد. يعني لها هدف. الهدف إنه وين سعر الكيلو؟ السعر الكيلو ما هو أنت تطلع الاستهلاك 204 كيلو. أول بدك أنت صح المعادلة اللي تفضل عنها الدكتور طلعت أو السيد طلعت أنا هذا موضوع آخر. بس أنا بدي أقول لك كل الفواتير ما عدا البيت اللي بدنا نرشد فيه موجود رقم واحد يضرب في كمية الاستهلاك. هاي فاتورة إيش عفوا دكتور معلش؟ فاتورة تجارية. تجاري. يعني التجاري بتعطوهم سعر بتعرفي بس ما. والمنزلي نفس الشيء. ما هي منزلي وهي اللي معي. هاي منزلي. أخي طلعت. هاي مش هاي نفس الشركة يا سيدي. نفس الشركة. بس هذه ما عليها يعني. هذه فاتورة شهر واحد. شوف. وهاي فاتورة شهر اثنين. شهر واحد. شوف. شهر واحد. نعم. فاقد. لا. أنا صدرت لشهر اثنين فاتورة شهر واحد. اللي أنا بعرف الفواتير وهذه فاتورة يعني برضو هيو 1/2/2014 وهذا البنطال فيه دكتور هذا البنطال فيه يعني هذه الفاتورة إذا يبدو فيه مشكلة بالسيستم إحنا يعني واضح إنه خلينا نقول هيك أنا مع اللي تفضل فيه زميلي صوارحي الشفافية مطلوبة وأي بيانات مطلوبة أنا أرى إنه فيش مشكلة عند الشركة توضحها بس هذا يمكن بدها يعني بدها نعتبر هذا يعني إعلان من شركة كهرباء محافظة نعم القدس نعم أستطيع أن إنها جاهزة إنها توضع على متن الفاتورة سعر الكيلو وليس الشريحة نعم سعر الكيلو التي عمل عليها المستهلك في فاتورته في كل شهر بس ستكون الفاتورة ممتلئة بالبيانات أخي طلعت يا سيدي ما هوش غير هالخلية مش خلية واحدة يا سيدي شيلوا اسمه للمواطن وحطوا بدالها أخي طلعت حتى نوضح خليني بس أنا أعطيك عفوا الفاتورة فيها على الأقل 20 أو 30 خلية لا خليني أنا أعطيك إذا أنت يعني المشكلة بطريقة الحساب وهي الأصل المعلومة هي الأصل شركة كهرباء يجب أن تأخذ حقها الآن أنا عندي 5 شرائح للبيتي إذا أنت استهلكت 160 موجود الرقم الأول تضربه باستهلاكك هذه فاتورتك نعم. إذا أكثر خلينا نقول 200 160 الأولى سعرها 51 أجورة يا دكتور محمد والأربعين الثانية سعرها 55 يعني إذا بدك أنت تستخدم عامل يعني جدول ضرب أنت تثقل على المشترك أنا معك أنا معك يعني هي أنا فقط تحتاج إلى رقم في هذا الصف يحدد طيب لكل أنا بقترح نترك هذا الموضوع لأنه يمكن نعم. بده نقاش أكثر وأنا بنقل الصورة لإدارة الشركة وبوعدك أنه ممكن يصير عليها تفاعل أكثر وأنت تحصيل حاصل يعني عندك نموذج وضحت فيه سعر النموذج نعم. سعر كيلو الكهرباء نعم. ما عندك مشكلة فيه الآن تسمح لي بس ناخذ سائد بلاش نتأخر عليه تفضل سائد مرحبا أخويا طلعت يا هلا بك مساء الخير لك ولضيوفك الكرام تفضل يا سيدي ومشكورين على هالبرنامج العظيم أنا أفكرة أخي طلعت بس أنا في عندي مشكلة هي طبعا أنا بالنسبة لي بعبي كهرباء على الكارت سيد العزيز أنا بأخذ مني مبلغ مقطوع 12 شيكل هو هذا المبلغ المقطوع بيحكوا عنه ضريبة وبأخذ مني 6 شيكل إنارة شوارع أنا ساكن في مخيم الجرزون وعندي ساعة على الكارت سيد العزيز هلأ بخصم مني 18 شيكل هذولا وبصفي إلي الباكي ب 12 يوم بكون مستهلك الكهرباء هاي هلأ أنا عندي لو تيجي تشوف البيت علي الحرام ما في ضوء مضوي زي العالم والناس طيب بولر ما بتعرف تضويه وخلال 12 يوم بكونوا رايحات اللي بخلوني اياهن وباخذوا مني 12 شيكل باخذوا مني 6 شيكل إنارة شوارع سيد العزيز وانا عندي إنارة الشوارع بعيد عني كيلو وبحسبوها علي اللي انا بدفع شكرا. انا ما بدي ادخل بجدل ان انا بدفع وانا شكرا بدفع سعد هلا نسمع الاجابه من الدكتور جويلس ناخذ مواطن من سلفيت تفضل يا سيدي المواطن من سلفيت تفضل يا سيدي طيب ناخذ رفيق من رام الله مساء الخير سيد طلعت مين معي رفيق تفضل رفيق من رام الله تحياتي لك ولا ضيوفك الكرام يا هلا بك انا عندي عده اسئله سريعه اذا سمحت تفضل اولا الغرامات اللي تفرض على الفواتير انا بعرف انه اي غرامه او اي رسوم بده يتحملها المواطن يجب ان تفرض بموجب نظام او قانون ومصادق من مجلس تشريعي ما بعرف ما مدى صحة يعني هذا الاعتقاد هذا واحد توضيح من الإخوان الموضوع الثاني نعم. والإضافة إنه الموظف لما بتناقشه في الغرامة يعني بيبدي بعض المرونات ممكن يشطب لك إياها إذا كانت مفروضة بنظام فالموظف لا يمتلك هذه الصلاحية إنه يشطب الغرامة نعم فبدنا توضيح يعني قصدك في واسطة في الموضوع أو يعني واسطة يعني يبدو إنه في مرونة عند الموظفين أها وبيستخدموها هذا الحكي بيدلل على انه هذه الغرامه
يعني هم شركات ممكن للترهيب، يعني ممكن للترهيب رأيك رفيق؟ لا أنا بقصد أخي طلعت إنه هذه شركات بتقدم خدمات، ليست شركات يعني خلينا نقول نشاطها استثماري مصرفي ائتماني بتفرض غرامة وإلى آخره. طيب أي نقاط ثانية رفيق؟ النقطة الثانية بدي أحكي عن قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية اللي بتعطي الحق للمواطن إنه يتزود بهذه الخدمات الأساسية بغض النظر عن براءة الذمة تبعت البلدية. ليش الشركتين بيشترطوا على المواطن إنه يجيب براءة ذمة بلدية حتى يتزود بهذه الخدمة؟ حصل معك هذا الحكي رفيق؟ حصل معك شخصيا؟ أنا حصل معي، وأنا معي براءة، أنا معي براءة ذمة، بس أنا بعرف بإنه صار في عندي مشكلة إنه كان لازم أحد الملاك الشقق في عمارة إنه يكون عنده براءة ذمة حتى أنا أخذ الخدمة، على عكس قرار العدل العليا. طبعا هذا بتناقض مع قرار العدل العليا، بس المشكلة وين؟ إنه لازم أخذ القرار وأروح على المحكمة أرفع قضية على شركة المياه أو الكهرباء مشان أكسب القضية، وتكون راحت لها 3-4 أشهر. طيب شكرا جزيلا، بدنا توضيح حول هذول المسألين ويسعد مساك. شكرا جزيلا. شكرا. ناخذ ماهر. ألو مساء الخير. يا هلا بيك. قلبك أنا عندي مشاركتين، أول شيء بالنسبة لشركة الكهرباء. نعم. أنا عندي ساعة الدفع المسبق، بتفاجأ قبل شهرين يجي علي ديون بقيمة 300 شيكل، بسألهم ليه؟ بيقول عليك أنت ديون سابقة، مع العلم إن أنا بدفع مسبقا مش فاتورة يعني. وحكوا إنه في خلل بالعداد قبل سنة، وهلا إحنا حدثنا البيانات وجديد نزل عندك دين بعد سنة. نعم. هاي واحدة. تاني إشي بالنسبة لشركة الاتصالات اللي ما حضرت البرنامج، أنا عندي فاتورة ميكس من شركة جوال، كان عندي 100 دقيقة، فأجريت اتصالات تقريبا 30 دقيقة، بتفاجئ إنه الرصيد تاعي كله خلص. قدمت شكوى لشركة جوال إنه أنا في عندي خلل 1-2-3، إنه أنا وين اللي راح الدقائق اللي عندي، بس رحت على المعرض أطلب كشف تفصيلي للمكالمات اللي أنا أجريتها، بحكي لي بدي بحاجة إلى قرار من النائب العام مع إنه الفاتورة باسمي. نعم. وهذا خلل، أنا بدي أروح على النائب العام أحكي له أنا بدي فاتورة عشان أطلع. بدك تروح على محمد شاهين في جمعية حماية المستهلك. شكرا يا سيدي. ناخذ آخر اتصال في هاي الجولة. مواطن من سلفيت، تفضل سريعا لو سمحت. تفضل يا سيدي. طيب دكتور زياد، يعني الحمل عليك شوي زايد، تعطيني فرصة اني اجاوب. بدي اعطيك فرصة تجاوب، بس بدنا نرد على استفسارات المواطنين، هي على الاستفسارات خاصة في موضوع الغرامات. وهم برضو برجع مرة ثانية للدكتور محمد شاهين، نشوف شو الفلسفة فرض الغرامات، هل هي عقوبة ولا ترهيب، ولا يعني مجرد يعني حركشة في المستهلك، يلا ادفع بلاش نغرمك، ولا شو قضيتها. ونرجع على قضية كمان البراءة الذمة اللي طرحها رفيق. يعني هو خلينا بس نركز على قضية، احنا كشركة كهرباء نشتري التيار من القطرية الإسرائيلية. مفهوم. إذن ما هي هذه النقطة مقدمة يا أخي طلعت؟ أنا إذا تأخرت في دفع الاستحقاق لفاتورتي الكلية من القطرية الإسرائيلية أدفع غرامة التأخير. نعم. هذه نقطة مهمة. الآن غرامة التأخير حتى تكون في الصورة، كانت الفاتورة الفترة السماع 10 أيام، أصبحت 20 يوم وليس 14 يوم. 20 يوم، يعني أنا بقول للمشترك الآن عليك 100 شيكل تدفعها من هان ل 20 يوم، إذا دفعها ب 20 يوم انتهى، فيش فائدة التأخير. إذا تجاوزت 20 يوم، الأسبوع الأول كانت قيمتها من شيكل ل 100، بدفع شيكلين و40 أجورة فائدة التأخير. إذا من 100 ل 150، يعني هي فلسفتها التحفيز. لا بس خليني أوضح لك، بس المواطن استفسر هل هي بقانون ولا بدون قانون. هلا أنا بشوف، أنا بنفذها. لا إذا هي مش بقانون أنا بضطر. أنت مغطى قانون تفرض غرامة ولا مش مغطى قانون؟ ما أنا بدفع الغرامة يا أخي طلعت. السؤال إذا أنا بدفع النظر. الغرامة بغض النظر، مع الأصل المادة 188، مع الأصل القانون كمان يحميني أنا كمان كمزود. لا ضريبة ولا رسم إلا بنص. هل هناك نص؟ هذا اوكي. انا هذا يعني بصراحه يمكن بده الاخ الدكتور محمد يتبع الموضوع مع محمد شاهين. عندك رد على هذا الموضوع؟ طبعا ما فيش اي نص قانوني في قضيه الغرامه، هي تمارس كنوع من يعني اجبار المواطن على او المستهلك على الالتزام بمواعيد الدفع. ورغم اننا جميعا يعني مع ان يلتزم المستهلك بسداد الخدمه التي تلقاها، ولكن لا يجوز أن يتم إيقاع غرامات، لأنه في النهاية هي خدمة يحتاجها المستهلك. وهنالك أيضا قضية، يعني أنا أنظر هنا إلى يعني ظهر الفاتورة سواء الكهرباء أو المياه. حقيقة يعني نتحدث أحيانا عن عدم وجود فسحة لرقم أو أرقام توضيحية، بينما ظهر الفاتورة مليء بالتحذيرات، وبعض الفواتير حتى تجيك في عليها دعايات يعني كمان. يعني حقيقة هذا شيء حتى في ثقافتنا أعتقد أنه بحاجة إلى تغيير. كان يمكن أن يكون هنالك حوافز في ظهر
ظهر الفاتورة قبل أن يكون هنالك عقوبات، كلها عقوبات، قطع تيار، غرامة، إعادة ربط وضريبة قيمة، يعني قضية حقيقة حتى يعني من ناحية أنت بتدعي كلها تهديد ووعيد تهديد ولا يوجد سواء الكهرباء أو المياه أو الاتصالات. القضية الثانية يعني قضية براءة الذمة، هذه يعني تشترطها كل الشركات وبالذات المياه والكهرباء، وكانت حتى شركة الكهرباء في الماضي لا تدقق عليها بالتأكيد. المياه تصر عليها، وهي ليست قانونية. مش في قرار عدل عليا تم هذه طبعا فرضت زمن حكومة فياض، زمن حكومة فياض كانت في سياسة يعني لم يصدر يعني محاصرة المواطنين في الضرائب والرسوم، ما في قرار هي والعدل العليا، ما في يعني ما أجبرنا، يعني لو في هناك ما في قرار عدل عليا، ما في قرار، القرار أصلا لازم يصدر للبلديات عشان منعها من الطلب المواطن. عفوا في قرار عدل عليا يعني بعتقد لا انت في التباس، في التباس قرار العليا يتعلق ببراءة الذمة اللي طلبتها الحكومة من المواطن لتبرئة ذمته من المؤسسات العامة زي كهرباء ومياه وإلى آخره. هذه توقفت، ولكن البلديات ومصلحة المياه وشركة الكهرباء تطلب براءة ذمة من المواطن لما بده يجي يزود بنايته بالكهرباء أو بالمياه، إنه يكون في هناك براءة ذمة من، أو مش براءة ذمة يعني المقصود فيها إذن أشغال أو إذن عمل، على أساس إنه البلدية تسمح لهذا المواطن إنه المصلحة تقطع الشارع بتاخذ براءة ذمة. نعم صحيح، لمعاملة معينة، لطلب معين، لجميع المعاملات الجديدة، كل المعاملات الجديدة، تمديدات الجديدة، تمديدات كهرباء، تمديدات الجديدة كلها تستدعي إحضار المواطن لبراءة الذمة حقيقة. وهذا هو ليس هذا قبل قرار العدل العليا، تنسيق العمل قرار بغض النظر عن قرار محكمة، هل هو إجراء قانوني بداية؟ إجراء غير قانوني، وأنا حتى يعني آسف إذا كان يعني في مبالغة فيما أقوله، ولكن حتى يتعارض مع القوانين والحقوق الإنسانية، لا يجوز يعني ذلك، لأنه هي القضية ربط مصالح ما بين المؤسسات. نعم. البلدية هي ربط للمواطن، هي ربط تربيط للمواطن. نعم. بطريقة حقيقة، بمعنى افترضنا أنه هو على نزاع مع جهة معينة، بالتأكيد افترضنا أنه الآن أنا على نزاع قانوني مع بلدية معينة ومصلحة المياه ترفض أنها تعطيني مي أو شركة الكهرباء، حتى إذا ذهبت إلى بلدية براءة الذمة، معناته أنا بدي أخضع وبالنهاية يعني قصرا بدي أروح أجيب براءة الذمة على الرغم فيها من نوع من الإكراه، ومن حقي أن أقوم بنزاع قانوني مع أي جهة كانت. أنت تقدم خدمة مستقلة هي خدمة المياه، لا يجوز، أو الكهرباء أو أي خدمة أخرى لا يجوز ربطها بخدمات أخرى، يفترض في الجهة صاحبة العلاقة هي اللي لا أتفق. لا تتفق. معلش، فلسفتها هي أن يكون المكان الذي سيزود بالماء أو الكهرباء جاهزا للسكن. نعم. من نواحي المخاطر ووا هذا الامر انا اعتقد انه يجب ان ينظر اليه اخي محمد. براءة الذمة بتعطي هذا الانطباع؟ عفوا خليني اكون براءة الذمة عفوا بتعطي هذا الانطباع؟ براءة يعني الذمة بتغطيك انت انه هذا المكان يفتر. الان يفتر. لا يوجد يعني اذا فيش ترخيص اذا فيش ترخيص وزارة للمبنى. اشغال وخلافها اخي طلعت اذا فيش ترخيص للمبنى، خلينا نقول فيش ترخيص، اجى واحد وبنى وقدم على الضغط العالي وما خدش ترخيص من بلديه معينه، يفترض الا ياخذ من البلديه نفسها، يفترض الا ازوده بالتيار لانه مشكل خطر عليه. بس هون بيحكوا عن بعض الحالات. نعم. اذا سمحت. نعم. بس هون بيحكوا عن براءة الذمة دكتور، بيحكوا عن براءة الذمة مش بيحكوا عن ترخيص. عشان القانون سالت سؤال منطقي، نحن خطبنا من وزارة الحكم المحلي. نعم. التي هي وزارة محترمة في حكومة السلطة الوطنية، خاطبونا بضرورة الاستناد إلى براءة الذمة من المجالس البلدية والقروية والمحلية عند إعطاء الخدمة. لا يمكن لوزارة رسمية محترمة أنها تخالف قرار محكمة العدل العليا، وهذا أمر بتصور يعني هذه قضية وزارة مش وزارة، الوزارة للأسف الشديد الحكومة نفسها أحيانا بتخالف قرارات عدل العليا وبتخالف قانون الوزارة للأسف الشديد، هذا شيء ما بنقدر نجزم فيه على ذلك. لا تنظر إلى مصلحة المستهلك، وأي جهة لا تنظر لمصلحة المستهلك أضع عليها علامة استفهام. أنا أذكر لك حالات وصلتنا، بعض الأشخاص قاموا بشراء شقق في عمارات، سكنوا بأسرهم وعيالهم، صاحب البناية الذي قام بالبيع لديه مخالفات، لديه خلافات مع البلدية، يمنع هذا، تمنع هذه الأسرة، تمنع عنها المياه والكهرباء، لأن والمخالفة ليست لدى الأسرة. هذا أعتقد أنه يتعارض مع كل الحقوق والقوانين والأعراف الإنسانية، ولا يجوز أن تربط كل الجهات الحكومية ضد مصلحة المستهلك. وأحيانا كثيرة يعني حتى هذا صاحب العقار يمكن أن يتم ضبطه من خلال آليات أخرى، التعامل معه بطرق قانونية أخرى، ولكن لا يجوز أن يدفع الثمن ساكن بأسرته في داخل هذه العمارة قام بالشراء ضمن الأسس القانونية، ولأنه لم يقوم بتطويب شقته ويعني إنهاء المعاملات مع البلدية يحرم من خدمة الكهرباء والمياه التي هي خدمة مدفوعة الثمن.
أنا آتيك لأنك شركة والشركة الوحيدة التي تقدم هذه الخدمة يفترض أن تعطي هذه الخدمة للمستهلك. أنا أعتقد أن هذا مشكلة عندنا حقيقة أخي طلعت، هذا يشكل مشكلة لدينا وإحنا أمام خيارين ويخلق أزمة للشركات يخلق أزمة لأنه إحنا أمام مشكلة حقيقة أنا أعاني منها بالفرع وفي حالات استثنائية وإنسانية لا أعرف ماذا أتصرف، لكن إذا كانت المبنى ماخذ براءة ذمة مرات بتغاضى عن أن أعطي الشقة، لكن مرات بصراحة ألاحق أو أسأل من قبل البلديات أنك أنت لا تتعاون معنا، قد يكون جزء فيها عملية تحصيل للبلديات أو لإيرادات معينة، لكن هذا الأمر قد يكون بحاجة كما تفضلت. يعني لو سمحت فضل يعني بس. لو سمحت بهذا الموضوع وهذا الإطار، يعني أنا بشوف أغلب الناس أغلب المشتركين ماشيين بشكل قانوني، يعني احنا نتحدث عن حالات استثنائية اللي فيها عندها مخالفات، ويعني على سبيل المثال نعطيك منطقة كفر عقب يقوموا بعملية البناء الغير آمن والمنتشر بشكل عشوائي وبوضع غير مخطط، يعني مصلحة المياه بشبكتها الموجودة في منطقة كفر عقب أصبحت لا تستطيع تلبية الطلب على المياه في المنطقة من التزايد السكاني 3 أضعاف الكم السكاني في خلال آخر 5 سنوات. طبعا الكلفة الاستثمارية في شبكات المياه عالية جدا، لا يمكن أنه كل 4-5 سنين بدي أبني شبكة مي جديدة في تلك المنطقة، وبالتالي من وين بدي أجيب تمويل. فهذا الموضوع موضوع براءة الذمة، يعني خلينا نحكي في له جانبين، الجانب الأساسي هو السيطرة على العمل الصحيح والآمن والسليم في الأبنية، وبالتالي التزويد الصحيح والسليم للمواقع الأبنية. يعني إذا وضع في مكانه. نعم صحيح. بس المقصود نعم ما يكون صحيح. ما يكون. أنا ما بذكر غير إنه بعض حالات. المقصود بعض حالات مطاولين. أنا مع الأخ محمد. غالبا بصدر قرار. عمليا يمس الملتزم قبل المتخلف صحيح صحيح عن الدفع متخلف عن الدفع تمام، فالغايه من هاي القرارات انها تضبط او تخفف من حده المخالفات القانونيه اللي بتصير سواء مع دوائر ضريبيه او جمركيه او امنيه او خلافها او كهرباء او مياه، لكن المشكله انه هاي القرارات غالبا تمس كل الناس غالبا الملتزمه هي اللي بصير الملتزم واللي مش مخالف لا يوجد لديه مشكله. والمصدق يعني احنا عندنا في هناك ثقافه اصبحت في المجتمع ومن فتره طويله ثقافه عدم الدفع في كل الجوانب لا تتعلق في موضوع المياه او في الكهرباء برضو في الضرائب والى اخره. فاحنا مجتمع لا عندنا نفط ولا عندنا مؤسسات خدماتيه، والمواطن في مصلحه المياه على سبيل المثال او المشترك هو يدفع ثمن للخدمه لا يدفع ثمن للمتر المكعب للمياه، هي ثمن تزويده بهذه الخدمة فقط لا غير. هل تقديرك بدفع ثمن عادل؟ نعم صحيح نعم صحيح نعم صحيح بحكم مصلحة مياه محافظة الكرس هاي هي مصلحة ممكن الإشعارات أهلية غير ربحية الإشعارات ممنوع أنها تربح بحكم القانون، لا يوجد مساهمين لا توجد أرباح ونوزعها على مساهمين. إذا الناس مش عارفة لازم تعرف أنها المصلحة هي فقط أنا هون تحمل المواطن الكلفة التشغيلية لخدمته في نفس إطار إشهار المعلومات. نعم. والأسعار كمان هذا إشعار تطلب فيه أنت المواطن يدفع 250 دينار ولا يعلم تفاصيل هذا الإشعار. في إشعار مختلف لشركة الكهرباء وإن كان القيمة ضخمة أنا لا أدري لماذا، هذه 13,000 شيكل عن توصيل العداد في دير بزيع. صحيح أنه مفصل في كل شيء بس هون المواطن بيستفسر لما هاي القيمة 13,000 شيكل بنفس الوقت العداد مش إله وعمود الكهرباء مش إله والكيبل مش إله وبجوز ابنه اللي في الدار صار مش إله وجاره اللي جنبه مد بمبلغ بنص هذا المبلغ تقريبا. فبسأل المواطن كيف نفس البلوك مدت لي منه كهرباء هذا أخذت منه 13,000 هذا أخذت منه 8,000 وهو لا يملك أي شيء سوى اللمبة اللي داخل بيته. دكتور زياد بدقيقة لو سمحت. أوكي أخي طلعت هو هذا عملية تقدير زي ما أنت شايف. الآن إذا كان في داخل المخطط التنظيم الداخلي وكانت العمود قريب إله والتيار اللي بده إياه بتيار بيتي بمعنى آخر 25 أمبير وفقط بدفع إذا كان بداخل خزانة بدفع فقط ثمن العداد، إذا كان بده عمود وبده كيبل بدفع وفي مساهم النصف من قبل شركة الكهرباء، هذه نقطة مهمة. لكن إذا كانوا في توسعات كثيرة بتصير شركة الكهرباء هي شركة خاصة بالمنشأ لكنها هاي القضية بجزء أثار محمد شهيد، يعني قضية أنت بتمدد على حسابك مواسير وكوابل
وتمدد على حسابك عداد مياه وعداد كهرباء وبتمدد على حسابك وتدفع حد أدنى مياه مش كله كهرباء وأنت لا تملك أي شيء وليس يعني لا تملك شيء هي حقيقة ما دامت لا تملك شيء وأن تدفع هي ما دامت خدمة فيفترض هذه الخدمة أن تكون قد وصلت إلى المنزل بمعنى حتى العداد حتى العدادات فما بالنا بالمحولات التي يساهم المستهلك في ثمنها والخطوط أحيانا حتى الطفل تبع الخزانة كل شيء وهذا مكتوب هيو كل شيء حتى أحيانا حتى أحيانا إذا صار عطل إذا صار يعني عطل يعني ما بيحكيش باللغة يعني أنا لدي شكوى هنا لدي شكوى هنا على حسابك كمواطن لدي شكوى هنا أن أحد البيوت يعني حدث خلل في الفيوز و 28 يعني ثمنه محدود 5-6 شيكل دفع مبلغ أضعاف ذلك طب السؤال ليش ما تدفع الحد الأدنى نختم بهذا الموضوع هذا اخر بس بدناش ندافع طلعت عن القضايا هاي تفضل طبعا اتفضل معك نص دقيقه دافع زي ما بدك نص دقيقه نص انا بتفوت يعني في قضايا كثير اثيرت هذا الفيوز يوم ما انا يبقى مشترك الفيوز بروح نتيجه خلل عنده داخلي بطلع له فرقه سواء كانت مقابل شركه الكهرباء او كانت في اي منطقه في قدر ام الله هذه في مقابل هذه الخدمه انا باخذ بس مش عم بدفع لك حد ادنى يا سيدي إيه شو الحد الأدنى؟ مستهلك أو ما استهلك عم بيدفع مبلغ مقطوع ما في مقابل ماذا المبلغ المقطوع خلينا المبلغ المقطوع نعم المبلغ المقطوع في الدفع المسبق صفر لا يدفع أي أنا مبلغ أتحدث مقطوع. عن الدفع العادي يحول لدفع مسبق من 15 إلى 18 شيكل في الكهرباء وبتصير تعمل صيانة مجانا نعم وبتصير تعمل صيانة مجانا 62 شيكل كل شهرين في المياه شوف الدفع العداد الدفع المسبق لا يوجد حد أدنى المبلغ المقطوع لا يوجد أبدا موجود في كل أنحاء فروع منطقة الامتياز ما عدا القدس طبعا لأسباب لها علاقة في سلطة الخدمات أما هذه القضية اللي تفضلت عنها الفيوز أنا بقدم له خدمة بروح إذا كان عامل خدماته بشكل فني سليم لا يمكن أنه يروح الفيوز أحيانا تحدث نتيجة خلل يعني ولدينا بعض الحالات تحدث نتيجة خلل في الخطوط أو غيره وحدثت في بيتي أنا شخصيا يعني نتيجة برر لي الأمر بأن طيب. هنالك تم يعني من هنا بسام صالحي لو 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 العداد البابداري عفوا يعني اتعطل بدفع ثمنه أنا لا إذا إذا إلا إذا كان بسبب إذا كان بسبب المشترك يعني كيف المشترك عفوا بده يخرب يعني كسر العداد لأي سبب كان بفعل فاعل بس أنت كفيل إنك تغيره طالما بتفعل أنا بغيره وإذا كان وقف العداد أنا بغيره إذا في مشكلة في العداد أنا بغيره على حساب المصلحة شكرا ما إلو علاقة المواطن وأنا بحب يعني أأكد على موضوع إحنا هون المواطن في مصلحة المياه فقط سريعا إحنا لازم ننهي حتى تجاوزنا وقت البرنامج المواطن في مصلحة المياه هي بيته بإمكانه يدخل يسأل عن تفاصيل ما في عندنا أي مشكلة أنا مش مع إن تكون الفاتورة مفصلة لدرجة كبيرة جدا إذا التعرفة موجودة والاستهلاك موجود بإمكانه يحتسبه بشكل بسيط إحنا جدا إذا ولكن إذا هناك طلب ما في عندنا أي إذا إشكالية إذا ألخص بأقل من نص دقيقة يعني مصلحة المياه تستعد إذا كان إبراز أو إظهار قيمة الكيلو أو قيمة المتر من المتر المياه مكعب على متن فاتورة المياه فهذا شيء يعني هاي بنترك الجمعية حماية المستهلك التابعة معكم بدنا نشوف هاي القيمة على متن الفاتورة وكذلك الأمر مع الأخوة في شركة كهرباء محافظة القدس قيمة كيلو الكهرباء وإن ظاهرة في العديد من لكن وإن كانت ظاهرة كما أنت بتقول لكن براءة الذمة وثمن براءة الذمة يعني منعها يعني حتى تدفع ثمن إلها للأسف الشديد يعني هنالك رسوم لبراءة الذمة هاي للبلديات هاي للبلديات هذا أنظمة وقوانين هذا البلديات شكرا زياد الجالس بس ملاحظة يعني شكراً لا شكراً لازم ننسى إنه الشوارع هي ملك للبلديات وهي بتتابعها شكراً وبالتالي العمل فيها إله تكاليف شكراً يعني بسام صوالح شكراً دكتور زياد شكراً دكتور محمد شاهين كونوا معنا الأحد القادم بنفس الموعد هذا طلعت علي ويحييكم